ولد البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم عام 1921 في مدينة محردة التابعة لمحافظة حماة في سوريا من عائلة أرثوذكسية متدينة. درس في سوريا وبعدها درس الأدب في لبنان وانضم إلى الخدمة في الأسقفية الأرثوذكسية المحلية، حيث كان يخدم في البداية كمساعد للكاهن في القداس الإلهي ثم أصبح شماساً. عام 1945 سافر إلى فرنسا حيث درس وتخرج هناك من معهد القديس سيرجوس اللاهوتي، وبعد عودته إلى لبنان عمل على تأسيس معهد البلمند اللاهوتي وترأسه، وكان أحد مؤسسي حركة الشبيبة الأرثوذكسية في سوريا ولبنان عام 1942 التي عن طريقها تمت المساعدة لتنظيم وتجديد الحياة الكنسية في بطريركية أنطاكية. عام 1953 ساعد في تأسيس رابطة الشبيبة الأرثوذكسية العالمية والمدرسة اللاهوتية، وعام 1961 كان عضواً في مجمع الأساقفة المقدس، وتم انتخابه عام 1970 متروبوليت على محافظة اللاذقية في سوريا. أما المحطة الأبرز في حياته فكانت في الثاني من تموز 1979 حين تم انتخابه خليفة للرسولين بطرس وبولس على كرسي مدينة الله أنطاكية العظمى. نحن بهمنا لبنان، ونحن عزيز علينا مهما كانت الظروف. وبعدين أنا بهمني أن يقول وهذا نوع من الخبر، لذلك أنا عندي الخبر أنه إذا تزعزع الشرق الأوسط من أقاصيه إلى أقاصيه لبنان لن يتزعزع.